استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم السيدة تيريزا كارلسون نائبة رئيس أمازون ويب سيرفيس للقطاع العام العالمي بمناسبة زيارتها للبلاد. رحب جلالة الملك المفدى بالسيدة تيريزا كارلسون وأشاد بمستوى التعاون والشراكة القائمة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، مؤكدا سعي المملكة الدائم لتقديم كافة التسهيلات وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار وتشجيع الابتكار واحتضان مختلف الشركات ومؤسسات الأعمال لتحقيق أهداف التنمية الوطنية الشاملة وتعزيز التنوع الاقتصادي في البلاد. أشاد جلالته بدعم شركة أمازون للبرنامج الوطني بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة من خلال توفير فرص تدريبية للشباب البحريني لتطوير مهاراتهم في مجالات التكنولوجيا المختلفة، بما يسهم في تعزيز أداء القوى العاملة في هذا القطاع وتلبية احتياجاته المستقبلية. أكد جلالة الملك المفدى أن البحرين تحظى بكفاءات وطنية حققت العديد من النجاحات والإنجازات الرائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على المستوى الإقليمي والعالمي بفضل ما توفره المملكة من بنية تحتية متطورة لخدمة هذا القطاع وما تملكه من موقع استراتيجي جعل منها وجهة مفضلة تستقطب مختلف الشركات والمؤسسات والاستثمارات العالمية. من جانبها أعربت السيدة تيريزا كارلسون عن شكرها وتقديرها لجلالة الملك المفدى على دعم جلالته المتواصل وتشجيعه لتعزيز التعاون مع شركة أمازون، مشيدة بالنجاحات التي حققتها البحرين وما تشكله من منطقة جذب هامة للشركات الدولية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.